اليوم 25 من سبتمبر أيلول من عام 1973 تقترب المعركة. 11 يوما فقط وتدق ساعة العبور الذي ينهي تماما مشروع مشيديان المزعوم للاحتفاظ بسيناء أو تقسيمها. But it's not as simple as that. Let me put it like that. We are conducting here a static strategy, holding a stable line, but at the same time, dynamic tactics. We are striking inside Egypt. مع صباح ذلك اليوم بدأ الأمر في يد إسرائيل. قوات العدو على الجبهة الشرقية للقناة، والطائرات الإسرائيلية تحلق فوق سماء لبنان، والجنود الإسرائيليون المعبئون للحرب فوق هضبة الجولان يمكن رؤيتهم بالعين المجردة. أمام ذلك كله تركز الأهرام على خبر وفاة بابلو نيرودا أعظم شعراء أمريكا اللاتينية والحائز جائزة نوبل. ووسط أزمة القمح العالمية التي تزداد حدتها الضراوة، يوجه رئيس البنك الدولي روبرت ماكنمارا استغاثة إلى الدول الغنية. أدركوا 800 مليون إنسان يعانون الفقر المدقع. وعلى صعيد الأخبار الفنية، تنشر الجمهورية خبرا عن استعداد برلنت عبد الحميد لبطولة فيلم المذنبون عن قصة للأديب نجيب محفوظ، وهو الفيلم الذي لم تكمله برلنتي ومثلته لاحقا سهير رمزي. كما تغطي الجمهورية استكمال ثلاثية أضواء المسرح تصوير فوازير رمضان التي تعرض خلال الشهر الكريم. وعلى الصعيد الرياضي، نقلت الجمهورية إشادة المدرب المجري هادي كوتي بلاعبي الأهلي الذين سيشركهم في المباريات المقبلة للفريق الأول، وعلى رأسهم مصطفى عبدو وإكرامي ومصطفى يونس. كما نقلت الجمهورية خبر إقامة مباراة كوتوكو والإسماعيلي في بطولة إفريقيا للأندية في 14 من أكتوبر تشرين الأول من العام نفسه. فيما اكتفت الصحف بعرض موجز ومحدود لكلمة وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أحمد إسماعيل للضباط والجنود في مواقعهم، حيث قضى يومين كاملين على الخطوط الأمامية بجبهة القناة، شد خلالهما من أزر قوات الجيش ونوه للضباط والجنود بضرورة التدريبات المستمرة لرفع الكفاءة القتالية استعدادا للحظة الحسم والمواجهة، وكأن أخبار الجبهة في المرتبة الأخيرة. لم يكن أحد يدرك أن المفاجأة الكبرى تعد بهدوء شديد في الغرف المغلقة.